يا شعب يا كريم، الناس هذوما اللي تشوفوا فيهم القيادات السياسيه يواجهوا اتهامات بمثل هذه الخطوره بناء على اكاذيب، الناس هذوما راهو يحبوا يحكموكم. تصوروا اذا هما في المعارضه يكذبوا عليكم ويكذبوا على الناس اللي في السلطه، تصوروا لو هما يكونوا في السلطه شنو يعملوا. هذه مشاريع ديكتاتوريه، وهذه مشاريع فساد، وهذه مشاريع متاع تسليط عقوبات بالسجن وإعدامات الناس بناء على التزوير والتزييف. هذا هما اللي يقدموا في رواحهم، يحبوا يحكموا الشعب التونسي بدون انتخابات، مش بالانتخابات القادمة وحملة انتخابية وإقناع، لا، يحبوا يقولوا راه الحكومة هذه يجب أن تسقط ونحبوا نحكموا نحن. وهذوما الناس اللي خلف الأبواب، خلف الأبواب يقولوا الشعب التونسي راهو نحبوا تسوية سياسية ورعاية الرباعي، وخلف الأبواب اللي يقول حطوا لي رئيس واللي يقول حطوا لي الوزير فلاني راه محايد ومش محايد. هذا هو، يلزم الشعب التونسي يعرف حقائق هذه.